يسعى فريق كرة الطائرة بنادي كاظمة للمشاركة في البطولة الخليجية للأندية كونها ليست ضمن المسابقات المعترف بها دوليا، لكنه ينتظر اتحاد اللعبة في الكويت ليتخذ الإجراءات اللازمة. القبس الإلكتروني حاورت مدير اللعبة مشعل العتيبي فماذا قال؟ أمين سر اللجنة الخليجية السيد وليد أمان اللي هو رئيس اتحاد أو هو نائب الرئيس هناك ما أعلم، هو من يقيم هذه القرعة وكذا، ولا يستدعينا ولا يطلبنا ولا يقول ولا ينتظر حتى الآخرين يقولوا لا والله احنا ما نقدر نخلي الكويت تشارك. يعني هو ياخذ قرار، العام حرمنا من المشاركة، السنة هذه حرمنا، في بعض الألعاب أخرى يشاركون في البطولات العربية. احنا نعرف ان البطولات العربية ليست تحت الأنظمة الدولية، لكن بغض النظر خلني أروح أنا، خل هم يقولون لا والله ما نبيك تشارك لأنك إذا شاركت راح تخالف. فالإيقاف نتيجة ما حدث من تدهور للرياضة الكويتية، والتدهور حدث بسبب حقيقة الإدارة اللي كانت تدير، مو مجموع الإدارة مو الجميع، لكن الغالبية اللي كانوا يديرون هذيل التكتل كانوا يديرونها كأنها شركة خاصة لهم، ولا يقبلون أي واحد يتدخل ويقول. يعني لما أنا أقول لك أنا نادي كاظمة أكون متفوق 15 سنة، نادي الكويت من بعدي في الطائرة ونادي القادسية، أنا نادي كاظمة نادي الكويت لا نكون أعضاء في الاتحادات، لما نروح لهم نقول لهم ما يقبلون، يروحون يقدمون شكاوي.